شو هذا سكون على التهول كذا؟ لا 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 أنا جبت لك ما زلتفاه كم حب في الخطاب متاع الاختفاء هذا فعلا بسرعة على الطلب متاع عقد دورة الآن نستأنف جلستنا ونبدأ بتسجيل الحضور. تسجيل الحضور من فضلكم. أماكنكم وتسجيل الحضور من فضلكم. تسجيل الحضور. الحضور 186 186 ولهذا نبدأ الآن. نعم من فضلكم من فضلكم نطلب من سي عماد من فضلك تقعد في بقتك يبارك فيك. نعاودوا تسجيل الحضور. تسجيل الحضور مرة ثانية. واربعة وتسعين الحاضرين 194 الآن سي سفيان تفضل. سيد الرئيس بالله فما توضيح نحبوا نعرفوا أعضاء الحكومة المقترحين وهم ما زالت عندهم صفة النائب يصوتوا ولا لا؟ عناش في موقف سلاح بيب بسأل سلاح بيب أيفتى أيفتى ومالك في المدينة أيفتى وحبيب في المدينة لا فضل سلاح بيب أعطينا ترى رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعا زملائنا ما زالوا يحافظوا على صفتهم كنواب. نتذكر أن نص القانون إما أن يتقدموا بطلب استقالة بعد نيلهم الثقة وإلا يحافظوا على الصفة متاعهم كنواب لمدة 10 أيام لتسقط بصفة آلية. فقطعا الآن عندهم الحق يصوتوا. مع الشكر. طيب التصويت باش يكون من فضلكم. التصويت باش يكون على الحكومة بأكملها. مانيش باش نصوتوا على الحكومة بأكملها. نشروا في التصويت. بداية التصويت من فضلكم. تصويت. قداش العدد 194
نعم 167 محتفظين 5 ومعارضين 22 إذن شبيه ما عندوش كارتة نعم إذن نعلن أن المجلس منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ونحب نهني السيد رئيس الحكومة المكلف ولا أصبح اليوم محل ثقة المجلس بهذه الثقة الغالية اللي قدمها له المجلس لي هو شخصيا ولحكومته كاملة ونحب بالمناسبة كذلك حب نشكر كل النواب والسادة والسيدات النواب على المساهمة متاعهم في هالجلسة هذه اللي كانت حقيقة جلسة ممتازة امتازت بروح المسؤولية ارتعدت بروح المسؤولية وكانت في مستوى الحدث قال سيد رئيس الحكومة عندما ألقيت الخطاب متاعك قلت أن طلبت باش نعملوا عقد شراكة وتوجهت للمجلس بالطلب عقد شراكة ومن خلال المجلس توجهت للشعب التونسي في أن الحكومة هذه تحب تعمل عقد شراكة وكان المجلس تجاوب معك حيث أغلبية أعضاء وقفوا وصفقوا وتجاوبوا معك واليوم بثقتهم 167 يعني نائب أو 168 إذا كان نضيفه واحد اللي ما عندوش البطاقة متاعه على كل حال بهالثقة هذه يعني العقد هذايا بتاع الشراكة المجلس بتجاوب معك في هذا بقى سمعتوا معانا في هالخمسة ولا ستة ساعات اللي دامت الجلسة سمعتوا طلبات وسمعتوا احتفاظات وسمعتوا توجيهات تتطلب باش وثيقة كارتاج والأهداف اللي مرسومة في وثيقة كارتاج واللي جددتوها اليوم في الخطاب الأول وفي ردكم الأخير على تساؤلات النواب نحبوا هالوثيقة هذه وهالبرنامج هذه والخطة هذه والأهداف العامة نطلبوا كمجلس وهون نتكلم باسم كل أعضاء المجلس كل النواب حبوها تتجسم في أهداف مضبوطة في أهداف مضبوطة تتماشى مع حاجيات الشعب ومع طلبات الشعب وتكون تاخذ العاجل والآجل فيها ما يتجاوب مع العاجل وفيها ما يتجاوب مع الآجل ونحب نقول أن مع أن أعطيناكم الثقة هذه المجلس هذا يبقى دوره الأساسي إلى جانب التشريع دوره هو مراقبة الحكومة مسؤوليتنا أحنا كمجلس أن باش نساعدوكم وباش نشجعوكم على تنفيذ الخطة هذه ولكن في أن واحد باش نراقبوا تنفيذ هالخطة هذه وباش نراقبوا الأهداف هذه ونحبوا من وراء هذا وهودي نشتركوا فيه في رغبتنا أحنا كمجلس في من خلال هذا نحبوا الأمل اللي يرجع في الشعب التونسي نحبوا الشباب اللي ضيع الأمل نحبوا الناس اللي منسين نحبوا فهمت الجهات اللي محرومة نحبوا الناس اللي يكدوا فهمتني ولا ويقوموا في الخمسة متاع الصباح باش يخلطوا على الخبز متاعهم وما همش مطمئنين على المستقبل نحب التوانسة من خلال هالثقة هذه نحب ترجع فيهم الثقة ترجع فيهم الأمل في المستقبل وهذا مسؤولية مشترك بينكم انتوما كحكومة وبيننا احنا كمجلس نمثلوا معناها ضمير الشعب ونمثلوا مطامح الشعب ونمثلوا سيادة الشعب وربي إن شاء الله ينجح وإن شاء الله مبروك على تونس الحكومة هذه وإلى اللقاء ونرفع الجلسة برشيد حماة الحماة يا حماة الحماة يا حماة الحماة
وما